وصباح الخيرات والمسارات لكم مشاهدينا الأحبة. وفي هذه المحطة القادمة سنسلط الضوء على معرض الليسو، تشارك فيه 19 فنانة تشكيلية، وأيضا هناك الكثير من الأعمال الإبداعية التي ستكون في هذا المعرض بإذن الله. الحديث أكثر عن تفاصيل معرض الليسو تنضم معنا الآن في استديو برنامج قهوة الصباح الفاضلة حليمة بنت خميس البلوشية، فنانة تشكيلية. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح النور. أهلا أهلا بك الفنانة حليمة. نتحدث مباشرة عن تفاصيل هذا المعرض، وجذبني الاسم أيضا، اسم الليسو، ولماذا تمت التسمية بهذا الاسم؟ فكرة الاسم تعود للفنانة أصلا مريم عبد الكريم الزجالي. نعم. وهي فنانة غنية عن التعريف. نعم. كل التحية. أيوة. وهذه الفكرة جت من سنة أصلا، مش يعني مش الآن. ولكن سبحان الله بسبب بعض الظروف وأسباب خارج عن الإرادة تأخر المعرض أو إقامة المعرض. وبس الحمد لله بعد ما تعافينا من الجائحة. صحيح. قلنا آن الأوان إنه خلاص نعمل المعرض، ولابد انه تتطوع واحده من الفنانات انها تقوم ببعض بامور الاجرائيه لاقامه المعرض. فقمت بالتواصل مع بعض الجهات من ضمنها مؤسسه بيت الزبير، والحمد لله بيت الزبير رحبوا بالفكره ووافقوا على اقامه المعرض عندهم، وحددنا التاريخ، وكنت انا حلقه الوصل ما بين الفنانات وبيت الزبير لإجراء جميع الأمور الفنية والإدارية لإقامة المعرض، منها تسليم الأعمال، مع الحرص أنه الأعمال تكون طبعاً أنه الفنانات يوظفوا فكرة الليسو في أعمالهم. جميل. أيوة. ويعني أما ليش سمي باسم الليسو؟ لأن الليسو من المفردات والرموز التراثية العريقة. نعم. وتلبسها المرأة العمانية منذ القدم. صحيح. وكانت بديل عن العباية، ترى ما كان في عباية زمان، فكان هو الليسو اللي يلبس. والليسو طبعا يعني يختلف اسمه من منطقة من محافظة إلى أخرى. ممكن يقال ليسو أو لحاف أو وقاية أو الحظية اللي الشلاشل أو الخيوط. صحيح. الملونة. نعم. اللي على الأطراف طبعا، ولأن الليسو أيضا يتميز بألوانه الحلوة البراقة والزخارف فيعني كل هذه الأسباب كانت يعني سبب أنه نختار الليسو، لأنها ترمز للزي النسائي. جميل. في التراث العماني. جميل. بإذن الله غدا سيبدأ هذا المعرض وسيستمر لمدة أسبوعين أو شهر تقريبا. طيب، هناك 19 فنانة تشارك عموما في هذا المعرض، بما معنى أن هناك في تنوع في الأعمال المشاركة. صح. هنا نتحدث عن الأعمال، وكيف لمست هذا التنوع من الفنانات العمانيات المشاركات في معرض الليسو؟ طبعا مثل ما تفضلتي، عددنا احنا كلنا 19. نعم. فنانه، وطبعا كل فنانه لها اسلوبها. نعم. المتفرد المختلف، يعني كل وحده وظفت الفكره حسب اسلوبها الفني، لذلك يعني راح يحصل التنوع والافكار ايضا تكون مختلفه. جميل. يعني صحيح الفكره واحده اللي هو الليسو، بس كل وحده وظفتها بطريقه مختلفه مبدعه، ففي تنوع جميل راح يكون في المعرض إن شاء الله. ممتاز. إذا بنتكلم عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض وأهمية مشاركة الفنان التشكيلي العماني في هذه الأنواع من المعارض. والله مثل هذه المعارض مهمة إنها نعمل مثل إثراء للحركة الفنية. نعم. تحريك الحركة الفنية في البلد، وأيضا لدعم الفنانات. ممتاز. أيضا الفنانات بشكل أخص، ومنحهم الفرصة أنهم يعرضوا أعمالهم الفنية. جميل. في مثلا جاليريات أو متاحف مهمة مثل بيت الزبير، وهي مؤسسة معروفة داعمة للثقافة والفنون بشكل عام. نعم. يعني بمعنى أهمية مشاركة المرأة العمانية أو الفنانة العمانية في كذا في المحافل الفنية، في هذه المحافل سواء بالضبط داخل السلطنة أو حتى خارج السلطنة، حتى تضع بصمة جميلة عموما. أكيد. على الفن التشكيلي. صحيح. طيب أستاذة حليمة، بما أن غدا سيبدأ المعرض، كيف هي استعداداتكم لهذا المعرض؟ الأعمال كلها خلاص وصلت. جميل. حرصت أنه الأعمال كلها توصل للقاعة، والحمد لله الأعمال جميعها وصلت وعلقت، يعني القاعة جاهزة تقريبا.
مع بعض الأمور الفنية جالسين نشتغل عليها، والدعوة أيضا خلاص وزعت باللغتين العربية والإنجليزية. ممتاز. والدعوة عامة طبعا رجال ونساء، ولأن في ناس فكروا أنها فقط للنساء لما سمعوا اسم الليسو ففكروا أنه فقط للحريم اللي يحضروا، قلنا لهم لا للجميع. فخلاص الأمور طيبة وباكر الافتتاح إن شاء الله. جميل. طيب 19 فنانة تشكيلية مشاركة في المعرض، ولكن كم عدد الأعمال عموما الحاضرة في هذا المعرض؟ والله تقريبا أكثر عن 30 عمل. أكثر عن 30؟ أي ما فوق ال 30، لأن كل فنانة شاركت ما بين عملين إلى ثلاثة. ممتاز. تقريبا. أيوة. جميل. إيمانك بأن المعارض مهمة جدا أكيد يدفعك لخطة مستقبلية لإقامة معارض كثيرة أو أعمال قادمة بإذن الله تعالى لك حليمة، فما هي خططك القادمة؟ هي بالنسبة للمشاركات المحلية يعني أكيد كانت في مشاركات سابقة محلية أو دولية، ولكن طبعا في الفترة القادمة إن شاء الله راح يكون في تكثيف للمشاركات الدولية خاصة، لأن الفنان لازم يأخذ هويته الفنية إلى الخارج. نعم. بحيث أنه العالم اللي برا يتعرفوا على الهوية المحلية في مجال الفن التشكيل، وأيضا يتعرف على الفنان العماني وعلى الأساليب الفنية اللي موجودة في عمان اللي الفنانين العمانيين يتفردوا بها. نعم. وأيضا الفن ثقافة عالمية ولغة عالمية، فحلو أنهم عن طريق الفنانين ممكن أنه العالم ممكن يساهموا أيضا في المجال السياحي. يعني إحنا نشوف أنه 12 مليون زائر سنويا عشان يشوفوا لوحة الموناليزا في متحف اللوفر. نتمنى في يوم من الأيام نصل لهذا المستوى، أنه يجوا هنا عندنا عشان بس يشوفوا معرض أو يشوفوا لوحة واحدة أو صحيح. عشان فنان واحد. جميل. وأيضا الخطة الأخرى أن أنا أسعى أنه أنشر ثقافة فنية وسط الفئات اللي ما عندها إلى الآن يعني مثلا ثقافة صحيحة عن الفن. فمن خلال ورش أنا أقدمها فيها فلسفة فكرية أثقف فيها المشاركين إيش هو الفن ومتى بدأ الفن وليش الفن مهم وإيش جماليات وكيف نربطه بجمال الكون وعظمة الله، كلها لابد من التثقيف. ممتاز. ومن ثم الرسم. نعم جميل. ولكن لله الحمد أن هناك في فئة ممكن نقول جميلة مهتمة عموما بالفن التشكيلي. أنا أعني الجهة اللي نعم محتاجة اللي تحتاج إلى نوعا ما توعية وتثقيف في هذا المجال. طيب يعني كما ذكرنا أن هناك عدد مختلف من المشاركات في هذا المعرض، ولكن حليمة ماذا ستقدم في معرض الليسو؟ تتكلم عن لوحاتك. أيوة. شوية. أنا مشاركة بعملين. نعم. بعمل العمل الأول لوحة فنية استخدمت أسلوب الكولاج، عمل مقاسه 100×120 سنتيمتر، استخدم أسلوب الكولاج ومن ثم أوراق ألوان الأكريليك على الكنفس، اعتمدت فيها الزخارف اللي موجودة على الليسو والألوان البراقة للليسو كلها موجودة على العمل بطريقة تشكيلية فنية زخرفية. والعمل الثاني عبارة عن كرسي يعني حقيقي، بس أيضا عملت عليه أو لبسته بقطع من الليسو وأضفت عليه ألوان بحيث أن الكرسي تحول إلى قطعة فنية. جميل. يعتبر كولاج أيضاً. نعم. كولاج مع ألوان وتجميع جميل جداً. أيوة. كل التوفيق لك حليمة بنت خميس البلوشية فنانة تشكيلية، التوفيق لك وجميع الفنانات المشاركات أيضاً في هذا المعرض. شكراً. تسلم. تسلم جميل. أنا متأكدة أن المعرض يكون مليان بالألوان المبهجة بإذن أكيد. الله أكيد. جميل. وإن شاء الله تكون حياتنا كذا دائماً ونتشرف عامرة إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله تكون حياتنا هكذا عامرة بالفرح والسعادة والبهجة. مشاهدينا الأحبة، هكذا نحن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، والتقانا بإذن الله سيتجدد غداً. نتمنى لكم دائماً نهار سعيد وممتع. إلى اللقاء. إلى اللقاء مشاهدينا.